لعل الوقوف أمام الكاميرا ليس بالأمر السهل والهين، فلطالما تعرض الفنانون صغارهم وكبارهم، المبتدئون منهم والمحترفون، لمواقف حرجة بل خطيرة أحيانا تكاد توقعهم فيما لا تحمد عقباه. عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة بعض المواقف التي عاشتها جميلة الجميلات الفنانة المصرية الكبيرة الراحلة ليلى فوزي في بداية حياتها الفنية، وقد روتها لمجلة الكواكب عام 1956، وكانت تحت عنوان عندما كرهت السينما المصرية ولحظات ممتعة. ذكرت ليلى فوزي أنه مرت عليها في حياتها فترات كرهت فيها السينما والاشتغال بها، وكان سبب ذلك حوادث ضاق بها صدرها. كان والدها يتوقع تلك الفرحة التي استقبلت بها صورتها عندما نشرت في إحدى المجلات، وكان هذا في مستهل حياتها الفنية، فقد كانت تلك أول مرة تنشر فيها صورتها على غلاف مجلة أسبوعية، وينشر لها حديث في نفس العدد مع وصف لبيتها وعنوانه. ولم تمض بضعة أيام حتى فوجئت بمئات الرسائل التي أرسلها المعجبون يطلبون صورها، وبعد أيام أيضا فوجئت بعشرات من المعجبين يطرقون باب البيت ويطلبون مقابلتها، وكانت من قبيل الذوق، لا تصد أحدا منهم أو تنكر وجودها في البيت، حتى جاء وقت كان لا عمل لها فيه إلا استقبال حضرات المعجبين، وكلهم من طلبة المدارس الذين يجيئون إلى البيت ليطلبوا صورتها مذيلة بتوقيعها، حتى ضاقت ذرعا بهذا الإعجاب الذي حرمها لذة الراحة والهدوء في البيت. وهكذا كرهت متاعب السينما قبل أن تعمل بها. وكرهت السينما مرة أخرى عندما اضطرت إلى ملازمة الفراش أسبوعين متتاليين على إثر وقوفها تحت الأمطار الصناعية مدة 5 ساعات متواليات من أجل تصوير مشهد لا يستغرق عرضه على الشاشة غير بضعة ثوان. لقد صور هذا المنظر في فصل الشتاء، وأحضر مخرج الفيلم عددا كبيرا من خراطيم المياه وسلطها على ألواح من الصاج متقوبة ثقوبا صغيرة، ونزلت هذه الأمطار الصناعية بشدة فوق جسمها، وتكرر تصوير هذا المشهد 5 مرات، وفي كل مرة كان ينزل المطر على جسمها ولا تستطيع التحرك من مكانها خوفا على الميزانسين الذي رسمه المخرج. وفي اليوم التالي لزمت الفراش لمدة 2 أسبوع وهي تهدي ساخطة على السينما ويوم عرفتها. واقتضى تصوير أحد المشاهد في أحد الأفلام أن تتظاهر بأنها أصيبت بسعال شديد، وفكر المخرج في طريقة غريبة تجعل سعالها يبدو طبيعيا غير مفتعل، فجاء بنوع من العطارة التي تثير الأنف فيعطس من يشمها وضعها أمامها، وسرعان ما أصيبت بعطس شديد وسعال مستمر. وبدأ تصوير هذا المشهد وإذا بالكاميرا تتوقف عن العمل بسبب انتهاء الفيلم الخام، ويعيد تصوير المشهد مرة ثانية، وإذا بالتيار الكهربائي في الاستوديو ينقطع لفترة قصيرة، وفي المرة الثالثة والرابعة أعيد التصوير بسبب خطأ أحد الزملاء في إلقاء كلمات الحوار، ونفدت الكمية التي أحضرها المخرج، وتم توقف التصوير حتى ذهب أحد المساعدين واشترى كمية أخرى من هذه العطارة المهيجة لأغشية الأنف والحنجرة. وعندما عرض الفيلم لم تر أثرا لهذا المشهد، فقد حذف في المونتاج لعدم انسجامه مع حوادث الفيلم، فسخطت على ضياع هذا المجهود هباء ولعنت حكم السينما القاسي. واشترط أحد المخرجين أن ترتدي ثوبا للسهرة تظهر به في أحد مشاهد فيلم من إخراجه أسند إليها بطولته، وأثناء تصوير المنظر علمت أنه يجب أن يتمزق الفستان،
ولم تفلح جهودها في إقناع المخرج بالبحث عن طريقة أخرى غير تمزيق فستان التميين، لكنه أصر على تمزيقه حسب ما تتطلبه قصة الفيلم، والفستان الذي تمزق في هذا المشهد كان ثمنه 100 جنيه. ولما عرض الفيلم صرخت إحدى المتفرجات في صالة العرض وهي ترى الفستان يتمزق وقالت: يا خسارة، ده ما فيش من النوع ده في مصر. وكانت على حق في صراخها وتعليقها. وأضافت ليلى فوزي: إنه لولا حياؤها لقالت لها وهي تكاد تنفجر من الغيظ: يا ستي ده واجب علينا. تغمد الله فنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع قصة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.